ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الدلو اليوم الاثنين 20 ديسمبر كانون الاول 2021. اليوم انت في مرحلة للتغيير وانك تقدم وتنهض في يومك. ممكن انك تتلقى خبر صار جدا هيطالعك واستحقاق مالي كبير، فما تهربش من الواقع وابدأ بالاولويات. بما ان القمر في بيت المال الخاص فيك، فهناك مناقشات مالية بتحل بالنقاش المحايد اليوم. بالنسبة لك مهنيا، بيبدو ان الحمولة الملقاة على عاتقك اليوم للأسف هتزداد ثقلا، لكن ما تخافش من مشاركتها مع زملائك علشان تقدر تخلص كل المسؤوليات الملقاة عليك. بالنسبة لك عاطفيا، هتشعر بان حبيبك بيمارس ضغوط عليك، حاول انك تصارحه علشان تصلح الامور وتنقي الاجواء بينكم علشان تتحاشوا اي مشاكل ممكن تقعوا فيها انتوا الاثنين. بالنسبة لك صحيا، لو كنت بتعجز عن الحد من شراهيتك في الاكل، فما عليك انك سوى انك تستشير اخصائي تغذية اليوم وقبل الغداء في الخصوص. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقضي القمر يومه في برج السرطان، ونحن نبحث عن الأمان والألفة والدفء والعيش بسلام. ومع ذلك فإن دراين عطارد إلى أورانوس بيشجع على الإبداع اليوم، ومع هذا الجانب المنفتح للعقل بنسعى للحصول على إجابات ليست الأكثر وضوحا اليوم. ويمكننا الآن الوصول إلى بعض الأماكن المثيرة على المستوى العقلي، فنحن نعبر عن أنفسنا بطرق مختلفة أو فريدة، بدلا من التراجع عن العادات القديمة في التفكير والتواصل. هذا أمر ناجح جدا اليوم، ويمكن أن تكون المحادثات استفزازية بلطف. ممكن ده يؤدي إلى أفكار ووجهات نظر جديدة. هتأتي الأفكار الإبداعية فجأة وبشكل غير متوقع ورائع وممتاز. بالنسبة ليك اليوم، الإبداع ممتاز جدا، الحب جيد بشكل كبير. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.